الله وبركاته. تبادل الآراء ومناقشة المرجعية الوطنية. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أحمد سليماني، فباسمكم جميع عمقها وقوتها وأصالتها التي ينبغي أن نستحضرها جميعاً ونحن نؤدي في خلقه وفي تكوينه، ومن ثم يأتي هذا البعد العميق. تنظيم الملتقى المغاربي للإرشاد في الحج والعمرة في طبعته الخامسة تحت عنوان البعد المقاصدي للحج في الحج والعمرة برعاية كريمة وبإشراف من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ليؤكد صدق عزيمة التوجه نحو الارتقاء بمنظومة الإرشاد للركن الخامس من أركان ديننا الحنيف، ويحمل على عاتقه مسؤولية مراجعة بنائنا المعرفي لمنظومة الإرشاد والتحسيس والتوعية لحجاجنا الميامين. لا يخفى على كريم علمكم بأن أهمية هذا الملتقى ترجع على الأقل إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يرجع إلى كون أن الحج ركن من أركان الإسلام، والأمر الثاني يرجع إلى مدارسة ومناقشة وتباحث مقاصد الحج وأسراره ومعانيه. وعبادة الحج كما قيل هي العبادة الأكثر اشتمالاً على مصالح الدين والدنيا. هذا اللقاء فرصة سانحة للحاضرين من الأئمة والمرشدات ورؤساء المجالس العلمية الذين عليهم يقع فرض تأطير الحاج الجزائري، فهو في حقيقة الأمر دورة لتكوين المكونين، وفي نهاية المطاف الوصول إلى تكوين الحاج الجزائري.